حياكم الله. التصعيد العسكري بكركوك واستعراضات المحافظ المقال وسط المدنيين يطرح المزيد من التساؤلات عما يحدث وراء الكواليس، خاصة مع عاصمة بغداد، على الرغم من انتهاء المهلة اللي حددتها لقوات البيشمركة للانسحاب من المدينة واللي نفتها الحكومة، أقصد المهلة طبعا، ورفض الأحزاب الكردية إلغاء نتائج الاستفتاء. يعني القضية رايحة للتعقيد واحتمال صدام عسكري قريب، لكن قد يكون انتهاء الأزمة مرتبط بتدخل خارجي مثل ما تعودنا في المشاكل السابقة. أما ضيوفنا لهذه الليلة النائب التركماني حسن توران، الفريق جبار الياور الأمين العام لوزارة البيشمركة، كركوك بين الخيار العسكري وسلطة الكرد، المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي نفى إعطاء مهلة لانسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك، وأكد أن تلك الأحاديث تطلق من قبل قيادات البيشمركة فقط، وأشار إلى أن القوات العراقية تعيد انتشارها في كركوك والمناطق التي كانت تتواجد فيها قبل 10 حزيران 2014 وفق رؤية وطنية مستندة إلى الدستور. قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وخلال اجتماع عقد بمنتجع دوكان في السليمانية حضر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، رفضت مطالب بغداد بإلغاء نتائج الاستفتاء، وكيلة الاستعداد للحل السلمي ورفض الخيار العسكري، فيما أشار القيادي في الاتحاد ملا بختيار أن هناك ورقة من 5 نقاط ستقدم للحكومة المركزية لبدء الحوار. أضرب مسلحون مجهول النار بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني وسط قضاء طوز خرماته بعد ساعات على هجوم بقذائف الهاون استهدف مقر للجبهة التركمانية وسط كركوك، أسفر عن إصابة نجل مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، بالتزامن مع انتشار مسلحين كرد في غالبية مناطق المدينة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو السيد حسن توران النائب التركماني عن محافظة كركوك. شكرا سهلا. شكرا الكرام. وأيضا ينضم معي من أربيل بالصوت والصورة الفريق جبار الياور الأمين العام لوزارة البيشمركة. خليني أبدأ وياك سيادة الفريق، أولا مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا سيادة الفريق. خليني أبدأ من حدث قبل دقائق، قضية الاجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني تحدث عن رفض الاستخدام البيشمركة وللأحزاب الكردية لمقاتلي حزب العمال اللي متواجدين، واعتبر هذا اعلان حرب. ما اعرف تعليقكم على الموضوع، وبالفعل انتم استخدمتوا مقاتلين بحزب العمال وخليتوهم ينتشرون بكركوك. عزيزي، هناك خطأ في التسمية او خطأ في استعمال هذا الاسم بالنسبة لهؤلاء الذين موجودين كمتطوعين من الاهالي يعملون مع، يعني يدافعون عن كركوك وقاتلوا داعش كمتطوعين عراقيين من مدن إقليم كردستان، ولكن كما تعلم هناك أحزاب كثيرة موجودة في إقليم كردستان، وهناك حزب يتبنى الأفكار القريبة من أفكار الحزب العمال الكردستاني، لذا فإنهم يسمونهم يعني التسمية المحلية لهم بأنهم قريبين من مسلحي حزب العمال الكردستاني، ولكن في الحقيقة هؤلاء ليسوا جزء من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وإنما هؤلاء أناس متطوعين، وهناك متطوعين كثيرين من أهالي كردستان شاركوا في القتال ضد داعش. إذا سمحت لي، ولكن كما قلت أنا أعطيتك الوقت حتى تشرح اللي موجود، لكن متطوعين شنو؟ أنا أعرفكم متطوعين بالحج الشعبي جاءوا نتيجة فتوى المرجع الأعلى، لكن أتحدث عن متطوعين داخل كركوك منتشرين بالسلاح، ذولي من انطوعوا؟ المن راح يقاتلون؟ عزيزي أعيد لك الموضوع مرة أخرى. لا فهم، أنا أحتاج وصف للمتطوعين.
عزيزي دا 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 اشرح لك، ما ادري اشرح لك، اذا تريد اشرح لك الموضوع بصوره واضحه اسمعني، اذا ما تريد اشرح لك الموضوع وما تتقبلها لا تسمعني بكيفك يعني. هذا طبعا نتقبلك استاذ جبار، طبعا نتقبلك لان حضرتك ويانا حتى انا بدي اوضح لك. تفضل. انا بدي اوضح لك عزيزي، اوضح لك. عندما بدأت حرب داعش بعد شهر السادس من عام 2014، كما كان في عند الحكومة الاتحادية، بأن القوات الاتحادية عندما انهارت قوام عديدة كثيرة لها، خاصة حوالي 4 أو 5 فرق عسكرية، كانت هناك فتوى من سماحة آية الله العظمى السيستاني ليكون هناك متطوعين جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لمساندتهم في الحرب ضد داعش. نفس الشيء صار في إقليم كردستان. القوات الموجودة في إقليم كردستان كانت لا تتمكن من صد هذه الهجمات على طول 1000 كيلومتر عندما بدأت الحرب مع داعش. لذا فإن أهالي إقليم كردستان جاءوا كمتطوعين، مثل ما كان الحشد الشعبي في وقته في البداية، جاءوا كمتطوعين ليدافعوا عن الحشد الشعبي، دافعوا عن جبهاتهم، وأيضا المتطوعين في إقليم كردستان ساندوا قوات البيشمركة للحرب ضد داعش. هؤلاء المجموعة الذين تسمونهم بالمسلحي البيكاكا ليسوا هم مسلحي البيكاكا، وإنما هم متطوعون من أهالي إقليم كردستان ساندوا قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، لا ضد أي قوة في الحرب ضد داعش. هذا المنطقي سيد جبار، هذا المنطقي، بما انه الان المخارجين هم بهذا سلاحهم حتى يقاتلون القوات العراقيه اللي متقدمه على محور كركوك او شنو؟ لا نحن نقاتل القوات الاتحاديه، ولا اي احد قد قرر ان يقاتل القوات الاتحاديه. ليس هناك اي قرار في اقليم كردستان ان لقواتها بان تقاتل اي من وحدات الجيش الاتحادي او الشرطة الفيدرالية أو أخوتنا في الحشد الشعبي. ليس لدينا أي قرار في القتال ضد الجيش الاتحادي عزيزي، ليس هناك قرار في الإقليم. الإقليم قراره بأن تحل كل هذه المشاكل بالمباحثات وبطريقة تبادل الآراء وحسب القوانين والدستور الموجود. ليس لدينا أي قرار بمقاتلة أي جيشنا، جيش الاتحادي وجيش كل العراقيين. الجيش الاتحادي فيه موجود العرب والكرد والتركمان، وفيه ضباط وجنود أيضا، يعني قائد القوة الجوية هو كردي، مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الاتحادي هو من سيد جبار. أنا معك بهذا الخطاب التهدئة، بس إذا أسمحت لي، أنا معك، كنا نتأمل هذا الخطاب التهدئة ونتروح الأمور لحل سلمي، لكن أنا الآن أشوف مسلحين بالشارع ملثمين، يعني المنظر يوحي على أنه، أو مو يوحي أصلا، هي البيشمركة مسيطرة على هالمناطق. كيف تسمح لمسلحين مع هذا خطاب التهدئة، كيف تسمح لمسلحين بالانتشار في شوارع كركوك؟ نفس الشيء في الجانب الآخر عزيزي، يجب أن نضبط من الجانبين الذين هم يتصرفون تصرفات الشخصية. إذ شاهدت الصحف الإلكترونية وخاصة الفيسبوك، تلاحظ بأنه نفس الشيء في الجانب الآخر. في الجانب الاتحادي هناك مسلحين أيضا من أخوتنا في بعض الوحدات من الحشد الشعبي، نفس الكلام يقولونه، نفس الرايات يرفعونها، يحرقون العلم لعلم كردستان، نفس الشيء. هذا تصرف شخصي لا نعتبره تصرف لقيادة القوات الاتحادية أو لقيادة الحشد الشعبي. نفس الشيء في إقليم كردستان، هذه تصرفات شخصية عزيزي. ليست هناك، وكما قلت لك، أوامرنا من قياداتنا العليا أننا نلتزم بأننا لا نكون البادئين في أي قتال مع أخوتنا، وإنما نحن ننتظر المباحثات الجدية الشاملة ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. طيب، راح أرجع لك سيادة الفريق. أستاذ حسن، راح أبيك من جديد. سمعت الكلام بالبداية أنه هذا الانتشار المسلح اللي هو مقلق، على اعتبار أنه السلاح دائما يكون غير منضبط بهذه الحالات. سيادة الفريق يتحدث على أنه هو سلاح ممكن يكون
لأهالي، لمتطوعين، لأحزاب داخل المحافظة عندهم، والأحزاب المؤثرة معروفة بما أنه هو بالجانب الكردي خلاها بالأحزاب. فأنا ما أدري يعني هسه برأيي الشخصي أنه الأحزاب يا أما تابعة لكم كتركمان يا أما تابعة العرب بالمحافظة. أولا شكرا جزيلا لك لهذه الاستضافة ولنرحب بضيفك الكريم. أنا أعتقد اللي يعني اللي قاله سيادة الفريق هو ما له علاقة بالواقع أصلا. أولا أنا كنت في كركوك، يعني اليوم جيت من كركوك وعشت 3 أيام في كركوك والأجواء المحتقنة وخاصة الليلة الماضية. أولاً إلى اليوم الثاني على التوالي منظمة فككة الإرهابية تنظم مظاهرة وترفع الصور وأعلام المنظمة وتطالب بإطلاق سراح رئيسها المعتقل في تركيا وتصل إلى مبنى محافظة كركوك والشرطة لا تحرك ساكناً. عندنا برقية، عندنا برقية، الصورة دليل على أنهم مبتكر. عندي برقية من أجهزة أمنية استخباراتية عراقية تؤكد أن هذه المجاميع قدمت من مكانين، المكان الأول من جبال قنديل والمكان الثاني من سوريا، هي منظمة بيدا اللي هي أحد أفرع البككة. وهل يعقل أن السيد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني كلهم هذول مدى يستطيعون تفريق متقاتلي بككة عن المتطوعين الموجودين في كركوك؟ هل يعقل هذا؟ يعني إحنا لازم أكو أشياء ما نخلط الأمور حتى نصل إلى نتيجة. والبارحة هؤلاء يتجولون بسيارات لا يقل عددها عن 400 سيارة، يتجولون في شوارع كركوك، يطلقون النار أمام مقرات الجبهة التركمانية. عندي تصاوير على هذا. فبالتالي شنو ربط المحافظ المقال نجم الدين كريم بهاي المقاتلين؟ الصور موجودة، يعني يطلع بالسيارة ويحييهم، هذا اللي ربطهم ونفسهم ذالي. هم مو بس هذا، وإن ويقول بالكلام مالته أنه أنتم مستعدين للدفاع عن أرضكم ضد العدو. العدو منه هنا؟ أنا أريد أفتهم توصيف العدو اللي المحافظ أطلق البارحة في قناة روداو. وندافع ونقاتل، نقاتل من والعدو من؟ إحنا هذه الأمور هل من المعقول إحنا أنت تقود مجاميع وتقول تقاتل العدو اللي هم الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، ثم يوم الثاني تدخل إلى مكتب المحافظة وتمشي أمور المحافظة؟ هل هذا منطق؟ إحنا المعلومات اللي عندنا، مو عندنا، عند الدولة العراقية، عند الحكومة العراقية، هؤلاء منظمة فككة الإرهابية وهؤلاء موجودين في كركوك ويهيئون لقتال الجيش العراقي والقوات الاتحادية التي تحاول فرض يعني هيبة الدولة في كركوك. نعم حسن، قد يكون معهم متطوعين، أداة هم بيد رئاسة الإقليم أو بيد القيادة العسكرية الموجودة حتى يستخدموا بكركوك، ما معقولة. أنا أعتقد أولا أنت اسمع التصريحات، القيادات الكردية الأمنية الموجودة صار لها 2 أو 3 أيام وهي تعلن صراحة أنها هي تقاتل أي قوة تدخل إلى كركوك بغض النظر عن ماهية هذه القوة. هسه ليش اسمع تصريحات السيد الفريق الأمين العام لوزارة البيشمركة بمنصب رفيع بالوزارة يقول إحنا ما راح نقاتل أخوتنا؟ هذا اللي نتمناه، اللي ما يقاتل ليش دا ينظم هذه الأمور العسكرية ليليا في كركوك؟ وبارحة قامات شايلين قامات وناس ملثمين وناس على سيارات ويذهبون إلى الجبهة في ساعة 12 ليلا وانسحبوا منها في قريب ساعات الفجر، موجودين في مبنى المحافظة الجديد، موجودين في مبنى المستشفى الجديد، قاطعين طريق جسر الحي الصناعي. اليوم أني فتت من هناك ما قدرت أعبر على الجسر، حاطين همرات حتى يقطعون الجسر. إحنا همرات لمن تابعة؟ همرات تابعة للبيشمركة، قاطع الجسر اللي يؤدي ما بين الحي الصناعي وناحية تازة المؤدي إلى طريق بغداد. الوضع الأمني في كركوك قلق وخطر، وأني أعتقد القيادات الكردية بعضها طبعا مو كلها تحاول الخروج من أزمة الاستفتاء
بأن تشعل كركوك وتشعل حرب أخوة بين أفراد المجتمع العراقي حتى تكسب تعاطف المجتمع الدولي، لأنه بحكمة الحكومة العراقية التي تعاملت بموضوع الاستفتاء بمهنية عالية جدا، اليوم التعاطف الدولي كل مع العراق، كل مع الحكومة العبادي. الحكمة اللي تتحدث فيها أستاذ حسن، بس إذا سمحت لي، الحكمة وين؟ وأستاذ جبار يتحدث يقول ما طولك وتحشيد بالطرف الآخر، إحنا ما رح نقدر، إحنا ما رح نقدر ننكر التحشيد اللي عندنا. أولا الطرف الآخر منو؟ الطرف الآخر الموجود في أطراف كركوك، أتحدى اللي إذا موجود غير الجيش العراقي بصنوفه المختلفة وألويته المختلفة والشرطة الاتحادية ورد السريع والفرقة الذهبية، هذا الموجود وهذا اللي جاي هنا لمحافظة كركوك، جاي عند استعادة تموضع لمناطق ثلاثة تابعة لوزارات اتحادية. احنا ليش دا نقول لازم ندخل في التفاصيل ونوصف الواقع حتى نعرف ايش دا يصير بكركوك؟ الجيش الاتحادي طلب السيطرة على ثلاثة مناطق فقط في كركوك لا رابع لها، اللي هي الأولا حقول النفط التابعة إلى وزارة النفط الاتحادية في آفانا وباي حسن اللي استولى عليها البيشمركة في تموز 2014. المكان الثاني مقر فرقة 12 التابعة إلى وزارة الدفاع العراقية واللي هي معسكر كيوان، اللي أيضا البيشمركة بعد ما احتلت داعش بعض الأقضية والنواحي دخلت وسيطرت على معسكر كيوان. والمكان الثالث اللي نقطة حيوية جدا عزيزي، هو مطار هل تسمح كركوك لضيفك لضيفك أن يعطي بيانات أم تسمح لي أن أتكلم؟ عزيزي جايك جايك إذا تريد أن يكون برنامجك بيان لحسن توران فقل لي ذلك عزيزي. حق الرد مكفول لك، راجع لك بس اخذ المناطق وراجع بيانات عزيزي. النقطه الثالثه احترامي للاخ حسن توران يتكلم باسم الحكومه والبرلمان وكل شيء، لا بس هو ممثل عن المحافظه، يعني هو يتكلم باسم الجميع عزيزي. جبار ممثل عن المحافظه، انا ممثل وزارة، انا ممثل وزارة البيجمركة، وحسن توران يمثل من؟ يعني يمثل اي وزاره عراقيه؟ يمثل محافظه كركوك. حسن توران يمثل من؟ يمثل محافظه كركوك، يمثل اني نائب من محافظه كركوك. ليس لك اي تمثيل لمحافظه كركوك، ليس لك اي تمثيل لمحافظه كركوك. سياده الفريق، ليس لك اي تمثيل لمحافظه كركوك. سيدي انا اتكلم، سيد جبار اذا سمحت لي، انا اتحدث مع شخص حزبي، انا ليس حزبيا، انا لا اتكلم مع الفريق. شخص حزبي هو من صارت الذي اسمحت لي سياده الفريق حسن توران، ما راح نوصل للنتيجه بهذا النقاش. سوف سياده الفريق اذا اسمحت لي خل اخذ من عند المناطق وراجع لك حتى يكون الراي العسكري والموقف على بس لا تفتح لا تفتح الوقت لحسن توران بكيف يتكلم. لا 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 ما كيف يتكلم سياده الفريق، حتى انت الوقت انت تتحرف في الحقائق، الوقت يروح على الارض. استاذ حسن اذا سمحت لي، سيد جبار الوقت يروح حتى نستفاد من عنده، اذا سمحت لي راجع لك. تفضل سيادتك. المكان الثالث اللي طالب به الحكومه الاتحاديه هو مطار كركوك الاتحادي. هذا المطار اليوم ما بي اي فرد من افراد القوات التابعه للجيش العراقي او الشرطه الاتحاديه. هذه الاماكن الثلاثه اللي طلب القائد العام للقوات المسلحه من القوات الموجوده في المنطقه ان تسيطر عليها، وبعد ذلك ماكو اي نيه، اكو تصوير كأنه هذا الجيش جاي ضد الإخوة الكرد في كركوك. يعني بعض الشخصيات ومنهم المحافظ المقال يريدون يصورون أن الجيش اللي جاي والشرطة الاتحادية الجاية وكأنها هي جاي ضد المكون الكردي. أنا لا أعتقد ذلك إطلاقا. طيب. وبالتالي هذه المكانات الثلاثة تابعة للوزارات الاتحادية ويجب أن تعود إلى سيطرة. هسه تقولي ليش تعود إلى سيطرة؟ لأن البرلمان العراقي صوت على قرار وطلب من القائد العام للقوات المسلحة إعادة الانتشار في المناطق المتنازع عليها بين قوسين ومن ضمنها كركوك. جيد أرجع لك سيادة الفريق، ما أعرف شنو اللي خلاك ما تقبل الرأي اللي موجود. ثلاث مناطق اللي هي حقول النفط والقاعدة الجوية وقاعدة الفرقة 12، هذا ممكن أنه تسلموها بحسب رأي الحكومة إعادة انتشار وتموضع بالمناطق اللي ما قبل 10/6/2014، ممكن هاي تسلموها وينتهي الموضوع، ماكو تقدم أكثر للقوات العراقية. شنو تحفظكم على هذا الرأي؟ أنا لا أتحفظ على هذه الآراء، أنا أتحفظ على بأن حسن توران
حاليا جالس عندك ويصور نفسها بأنه ممثل لحكومة الاتحادية، هو ليس له أي موقع في الحكومة الاتحادية، وأنه يمثل حزب فقط، يمثل الأخوة التركمان كجبهة تركمانية، ويمثل نفسه كشخص سياسي. أنا أمثل عن محاضرة إشكالية. سوف أجيب على كل الأسئلة، سوف أجيب على كل هذه المواضيع. أولا عزيزي، الأفكار الذي يبعثها الأخ، مع الأسف الأخ حسن توران، ومن يتبعه حول هذه الأفكار، سوف تؤدي إلى كارثة، وسوف تؤدي إلى قتال الأخوة في العراق. وهذه المعلومات الخاطئة التي هي تصل إلى السيد رئيس الوزراء السيد العبادي، ليست هناك أي 400 سيارة من البيكك، هذا هو كلام يعني غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة. لعلمك يعني رئيس الوزراء يسمع من شخصيات معينة من ضمن المستاذ حسن؟ لا تقاطعني عزيزي، لا تقاطعني. من عندك أنا أعطيت مجال حوالي ربع ساعة للحسن توران، لا تقاطعني. أنا أجيب والله على الوقت اللي أعطتك يا أكثر، تفضل أعطيك كل التوضيحات. تفضل. إيه عزيزي، تفضل عزيزي. كل ما كل المتطوعين الذين فقط هم ينتمون إلى المتطوعين من أهالي إقليم كردستان، أفكارهم كحزب سياسي موجود قريبا من أفكار حزب العمال، وأنهم ليس من حزب العمال، ولا يتعدى يعني عددهم 40 شخص، فقط 40 شخص منذ بداية القتال ضد داعش كانوا موجودين في الجبهة، وهم من أهالي السليمانية ومن أهالي كلار ومن أهالي رانيا. عزيزي، هذه الأخبار الكاذبة التي تصل إلى سيادة رئيس الوزراء وإلى الأجهزة الأمنية هي التي تؤدي إلى قرارات خاطئة. هذا الموضوع، هذا أولا. ثانيا موضوع تحديد زمن أو طلب بإفراغ هذه المناطق وعودة الجيش إلى هذه المناطق، اليوم إذا سمع الأخ حسن توران ما قاله السيد سعد الحديثي، وأيضا ما قاله السيد هادي العامري، بأنه ليست هناك أي قرارات بوضع مدة زمنية أو مهلة زمنية لقوات البيشمركة، وليس هناك أي طلب من قوات البيشمركة لترك أي من هذه المواقع، ولكن نعم أن هناك ببيانات السيد رئيس الوزراء يطلب بأنه تكون الإدارة في مناطق النزاع إدارة مشتركة من الناحية الأمنية والإدارية. نعم طلب بأن مصادر النفط تكون بصورة مشتركة مع الإقليم. هذه مطالب جاءت عبر بيانات وقرارات من البرلمان. حكومة الإقليم ورئاسة الإقليم تدارست هذه القرارات والبيانات، واليوم كان رئيس الجمهورية موجود في كردستان واجتمعوا في دوكان، وسوف يجيبون على الورقة التي قدمت من قبل الحكومة الاتحادية حول هذه المواضيع. هذه المشاكل تحل جيد. عزيزي بس إذا سمحت لي بس أعطيني المجال ليكمل. لازم أخذ وعطى، ما يصير الكلام بس لك استاذ جبار. أمور لازم أستفهم من عندها حتى يفهمها المشاهد. حضرتك من تقول هذول اللي خرجوا، عزيزي ما يخالف خل أكمل بس إذا سمحت لي. إذا سمحت لي دقيقة واحدة بس أكمل وبعدين. تفضل هاي الدقيقة. تفضل دقيقة عزيزي. الحكومة الاتحادية وبالمقابل حكومة الإقليم، الحكومتين تعلنان بأنهما مستعدتان لحلحلة كل هذه المشاكل عن طريق المباحثات الجدية على أجندة مفتوحة واضحة. ما دام الحكومتين متفقتان على ذلك، وما دام هناك اجتماعات، وما دام أن رئيس الجمهورية هو موجود هنا واجتمع بالقيادات السياسية، سوف يأخذ الورقة ويعيدها إلى الحكومة الاتحادية، وإن شاء الله يعني الموضوع سوف يحل. لا يحل عن طريق السلاح والمدافع وما يقوله حسن توران. لا 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 يجب أن لا نشجع الحرب. لا نقلع قبول الحرب. هو يدافع عن ما يقوله الحرب عزيزي. راح أخلي هو يدافع عن ما يقول السيد حسن إذا يعتبر تحريض أو لا. لكن حضرتك تقول هذول اللي خرجوا متطابقين مع أفكار حزب العمال، بهاي الحالة ما أجي ألوم أهل الموصل اللي طلعوا اللي قالوا عليهم متناغمين ويا أفكار داعش وطلعوا وياهم. حزب العمال مجموعة إرهابية مصنفة على أنه هي إرهابية، كيف يقول أنه هاي الناس متطابقين مع أفكارهم وأنتوا تتركوهم مسيطرين أمنيا على هاي المناطق؟ كيف تتركوهم؟
الحكومة الاتحادية كان لها علاقة سابقة، الإخوان في الجيش الاتحادي وفي الحشد الشعبي لحد الآن لهم علاقة مع أحزاب موجودة في سنجار، وكانوا يعطونهم رواتب وهم قريبين من حزب العمال الكردستاني. عزيزي هذا واضح عندك، اسأل. يعني كانت هناك لحد الآن هناك مجموعات أفواج أفكارها كانت يعني مصالحها متطابقة مع أخواننا في مناطق الموصل، وكانت تقاتل داعش في المنطقة، وكانت تأخذ الرواتب والمساعدات وحتى السلاح وحتى الذخيرة من الحكومة الاتحادية. عزيزي هذا شيء طبيعي. أنا أقول لك هؤلاء ليسوا مقاتلي حزب العمال، وإنما هؤلاء هنا في كردستان موجود حزب هو أفكاره قريبة من أفكار حزب العمال. هؤلاء المتطوعين أستاذ جبار، أنا تبنيت قلت هو حزب لو تركماني لو عربي، لأنه أكيد حضرتك لا تركماني عزيزي، ليس تركمانيا يعني. عزيز حتى التركمان هم منقسمين، اسأل الأخ حسن توران. هناك أيضا فوج للتركمان موجودين في كركوك، وهم حاليا كانوا يقاتلون داعش وموجودين لحد الآن ويأخذون رواتبهم. اسألهم من أين يأخذون رواتبهم، اسأل الأخ حسن توران من يأخذون، من البككل أو من الحج الشعبي؟ اسأل خل هو يجيبك من أين يأخذون هذه الرواتب. أستاذ جبار أنت فتحت الموضوع، أنت جاوبنا عنه. عزيزي أريد تسأله إلا حتى هو يجاوبك، هو من التركمان. أنا كنا احتراما شديدا للأخوة التركمان، التركمان أخواننا في العراق، نحن نعيش سوية خاصة في كركوك منذ بداية تشكيل الدولة العراقية لحد الآن نحن نعيش كأخوة في كركوك وفي خانقين وفي كفري وفي كل المناطق يعني. طيب. يعني هم من أبناء العراق كما للكرد وغيرهم من أبناء العراق. لا نريد أن ليست هناك، لا نفرق بين أي أحد من هؤلاء. طيب راح أرجع لك أستاذ حسن، سمعت عندكم فوج بيقاتل وما يعرفون تمويله منين، ليش تصورون نفسكم على انه بدور المظلوم اللي مضطهد وماخذ كل حقوقه بالمحافظه؟ انتم مو سهلين يعني. اولا هو قال انه الموضوع باكاذيب ومدري ايش، انا ما راح انزل لهذا المستوى واقول الاتي. انا اولا امثل كركوك ونائب عن كركوك، زين، ومن حقي ان اتحدث عن اهل كركوك. أني مو محامي عن الحكومة، ولكن أدعم الحكومة بكل خطواتها التي تعمل على بسط الأمن في محافظة غابها عنها التوازن والأمن منذ حزيران 14 بسبب غياب الحكومة الاتحادية أمنيا في هذه المحافظة، اغتيالات، اختطافات، سطو مسلح وبصورة يومية دون أن تستطيع القوى الموجودة هناك الأمنية أن تكشف لنا من يقف وراء الاغتيالات التي حدثت منذ حزيران 14 ولحد هذا اليوم. النقطة الثانية احنا نقول الآتي، اللي الأخ يقول أني أمثل أمين عام البيشمركة، أني مو رجال حزبي، أني عندي تصريحات متناقضة لثلاثة مسؤولين يمثلون الجانب الأمني، مجلس الأمني. هسا أجيلك أبدا، أجيلك هسا، نعم أجيلك. عندنا المجلس الأمني القومي لأمن كردستان اللي يرأسه السيد مسرور البرزاني، عنده تصريح في نفس يوم اللي صرح به جبار ياور، يقول أنه إحنا كركوك تتعرض إلى هجمة من الحشد الشعبي والحكومة الاتحادية وكركوك في خطر. ورا ساعة جبار ياور عنده تصريح يقول إحنا أصدقاء وإخوة مع الجيش والشرطة. البارحة السيد كمال كركوكي يصرح يقول إحنا أي قوة تتقدم نقاتلها. البارحة المحافظ يقول إحنا أي قوة تتقدم نقاتلها. إحنا اللي دنأجج الموقف ويا حكومة بغداد، لو الإخوة الكرد يأججون الموقف ويا بغداد. خلي لا يصير تصريحاتك أستاذ حسن، تصريحاتك تقول على أنه التصعيد على مستوى حزبي، الشخصيات اللي ذكرتها كلها شخصيات حزبية. لا، سيد مسرور هو رئيس مجلس الأمن القومي في إقليم كردستان. السيد كمال كركوكي مسؤول المحور الخامس في البيشمركة، مسؤول قاطع كركوك، والسيد محافظ كركوك المقال لا زال هو على رأس الإدارة.
كيف تقول لي هذول شخصيات حزبية؟ أما موضوع المتطوعين التركمان، عندنا متطوعين في الحشد الشعبي ويستلمون رواتبهم من مؤسسة الحشد الشعبي. إحنا ما عندنا، وعندنا متطوعين آخرين في يايتشي وليلة تركلان وتوبزاوا وتازا، وهؤلاء أيضا تطوعوا بعلم الحكومة المحلية ويدافعون عن قراهم ضد عصابات داعش. ما وقفوا تسليح، هؤلاء يأخذون رواتبهم من الجبهة التركمانية من التبرعات مال الأهالي اللي نجمع لهم. هؤلاء تبرعات أهالي تسلح وتطروات مو تسلح، ما عندهم أسلحة. أكو بيت اليوم ما عنده كلاشينكوف في كركوك وفي كل العراق، كانت قراهم محاددة لعصابات داعش. استأذننا من الحكومة الاتحادية، قلنا هؤلاء يريدون يتنظمون ويقاتلون مع كافة صنوف الموجودة من المقاتلين هنا ضد عصابات داعش. احنا النقطة وين؟ احنا نريد الدم يراق، اذا احتجنا الى دم ان يراق ضد داعش، مو يراق ضد بعضنا البعض على مود مصالح اقتصادية. الموضوع ما فيه، حتى أختصر لك الموضوع، الموضوع في كركوك كل الإشكال على حقول نفطية سيطرت عليه حكومة إقليم كردستان منذ حزيران 2014. تصدر من عنده يومياً 325 ألف برميل، وخارج شركة سومو، وخارج اتفاقية أي اتفاقية مع وزارة النفط. فلوسها وين تروح ما نعرف، لأنه البيشمركة والموظفين في إقليم كردستان يعانون من عدم استلام رواتبهم، تذهب إلى حسابات شخصية. الحكومة تقول هذا يخص كردستان، هذا ما يخصكم، لا هذا يخص كردستان، حقول داخل داخل الرواتب، الرواتب ما يخصكم، ما يخصني الرواتب. أنا أريد نائب عن كركوك، عندي في قانون الموازنة نص يقول 300 ألف برميل تصدر من كركوك عن طريق شركة سومو. هذا شلون يتحقق؟ يتحقق أن نجي حكومة تسيطر على هذين الحقلين، تخلي قوات اتحادية تجيب شركة سومو تصدر منها نفط. هذا اللي نريده. والخلاف والصراع كل اللي يقال غيره هذا كله مجرد تسويق وجعل الموضوع طائفي وقومي، وإنما هو تغطية لفساد إداري ومالي وسرقة نفط. خليني أستاذ جبار، الجواب واضح على القوة الموجودة المقاتلة، يا أما حشد شعبي يا أما يستلمون رواتبهم من التبرعات التجي للجبهة التركمانية. واضح، ماكو أي ارتباط بحزب العمال. من أين تأتي؟ اسأل حسن توران، اسأل حسن توران، قل له هاي التبرعات من أي قال تبرعات الناس، الناس تأتي من التركمان الموجودين داخل العراق وخارج العراق. جاوب. أنا أجاوب. التركمان الموجودين داخل من أي دولة تأتي؟ من كل التركمان الموجودين في أوروبا وفي تركيا وفي أمريكا وفي أستراليا. من وين تجي هذه التبرعات عزيزي؟ ابتسامتك تقول عندك المعلومة الأكيدة، منين تجي؟ لا أريد، أنا لا أريد أتدخل بالسياسة. لو كنت لو 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 لا، هذا أمن قومي مو سياسة، هاي أستاذ جبار أمن قومي. لا لا لا، هذا يتكلم بالسياسة، هذا يتكلم، هذا له صراع سياسي مع الأحزاب الكردية، وأنا ليس لدي يعني لا أتحدث عن تمويل التركمان الخارجي. تمويل التركمان الخارجي هذا من قومي. لو كنت أنا أعطيتكم موعد بأن أكون في البرنامج، تصورت بأن تأتي ب يعني أخوة عسكريين من الجيش الاتحادي أو من الحشد الشعبي، لأنني أنا لدي موقع عسكري ولا أتدخل بمواضيع السياسة ولا أتكلم بمواضيع السياسة. أنت تكفي بالأمور العسكرية. عزيز والأخ العزيز حسن توران هو له صراع طويل الأمد وعميق مع الأحزاب الكردية الموجودة في خاصة في كركوك، وهذا خلينا الموضوع يدعوه إلى خلط ما بين السياسة. خليني أسألك كده، أسمحك خليني أسألك الأخ حسن مع عزيزي، هو التهينا بكلام بس إذا أسمحك لي سيادة الفريق، ليس له موقع عسكري. أسأل أسئلة، خليني أستفاد من الوقت، خليني أستفاد من الوقت وأسألك على الأمور العسكرية. ما أعرف أكو تضارب وتفاوت بين التصعيد العسكري اللي موجود بالإقليم، يعني بيتحدث عن السيد كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم، بيتحدث عن أنه أخذ قوة ب6000 مقاتل وراح للخط الجنوب لكركوك. موقفكم من عنده بالفعل هذا الشيء صار بوزارة البيشمركة؟ عندكم معلومات عنه تحت أمرتكم؟ عزيزي كما تعلم أنه لحد قبل تحرير الحويجة والرياض والعباسي والرشاد كانت كركوك بصورة عامة وطوس خرماتو بكاملها هي مهددة من قبل داعش، ويوميا كان هناك هجمات لإرهابي داعش
على الخطوط الأمامية، وفي بعض الحالات حتى جاء انتحاريون وفجروا أنفسهم داخل شركات النفط، وكما تعلم أنت، يعني أنت تعلم والجميع يعلمون، لم تكن هناك على هذا الخط الدفاعي أي قوات غير قوات البيشمركة والقوات الأخرى للإقليم، هي التي تدافع عن كركوك وعن شركة النفط وعن كل هذه المناطق وعن المواطنين. وكما تعلم حتى في كركوك حوالي أكثر من 600,000 من المهجرين، يعني عنوة حتى من ديالة ومن صلاح الدين ومن باقي المناطق كانوا هم في كركوك، يجب أن تحميهم هذه القوات. إذا تقصد حاليا بعدما تنتهي حرب داعش ومطلب الحكومة الاتحادية لإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق التي كانت سابقا فيها، فهذا يحتاج عزيزي إلى آلية. الانتشار ليس هو كلمة بسيطة، الانتشار لا يكون بأن تأتي بدبابات ومدرعات وتطرق طبول الحرب على الأبواب وتقول اتركوا لي هذا المكان بعد ساعتين، هذا لا يتم بين 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 القوات. يعني هذا حتى إذا جيد، هاي نقطة مهمة سيادة الفريق، تعتبرون التحشيد اللي صار هو إعلان حرب؟ خل أشرح لك حتى أنا هنا على حتى أسد تكون الأمور واضحة سيادة الفريق، ما معقولة انه ما أنا صادر حتى حق من الكلام. ماكو اوضح مني عزيزي، اي انا اذا استلم اذا استفاد ما بقى عندي وقت، ماكو اوضح مني في الكلام. جيد، التحشيد اللي شفتوه اعتبرتوه اعلان حرب؟ ياهو التحشيد اللي صار بجنوب كركوك للقوات الحشد الشعبي عزيزي والجيش. انت تعلم عزيزي، انت صحفي وفي ضمن قناه تعمل، انت تعلم بانه جرى ما عدا المشاكل المعلقة منذ 10 سنوات بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية كمواضيع عديدة، منها المهمة موضوع المادة 140 وموضوع إنتاج النفط. هذه مشكلة عويصة 10 سنوات لم تحل. جاء على هذه المشاكل موضوع الاستفتاء، هذه كلها ردود أفعال الاستفتاء، لأن الحكومة الاتحادية كحكومة لم تقبل بالاستفتاء الذي جرى بالإقليم، لذا فإنها طلبت بأن, بأن, بأن يرفض الاستفتاء، تعود القوات، لأنه لماذا لم تطلب ذلك قبل الاستفتاء؟ لم يكن هناك أي طلب قبل الاستفتاء لعودة هذه القوات وانتشارها من جديد، حتى وإن طلبت عزيزي وإن طلبت فالطلب يكون بصورة رسمية، أما بوفد من حكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم أو باجتماع مجموعة من قيادات القوات المسلحة الاتحادية مع قيادات القوات الموجودة في الإقليم ووزارة البيشمركة، مثل ما كان سابقا، مثل ما كان في عمليات الموصل، يجلسون سوية ويتباحثون عن آلية محددة، لأن ليس هناك آلية. هاي من كنت شركاء أخوان بالوطن، مو عزيزي أو باتفاق. يعني عزيزي، هذا الوضع المتشنج الذي هو الذي أدى إلى هذا التشنج على الجانبين، هاي ممكن تشركاء يعني من الوطن، من جانب الحكومة الاتحادية وجانب ما أعرف سمعتنا. نعم. ولا هذا تقول مثل ما صار بعمليات الموصل، هذا مثل ما صار بعمليات الموصل، هاي ممكن تشركاء بالوطن، مو من تريدون تنفصلون عزيزي؟ هسه هم شركاء بالوطن عزيزي. جيد. لحد الآن ماكو قرار لانفصال، هل سمعت قرارا بالانفصال؟ هل سمعت بأن الإقليم يعني قرر بعد الاستفتاء أنه سوف ينفصل؟ هل شكلت دولة في الإقليم؟ عزيزي كان استفتاء لأخذ آراء أهالي كردستان، وليس هناك لحد الآن قرار بالانفصال. هل سمعت قرارا بالانفصال لحد الساعة؟ لا مسمع. خليني الآن البرلمانيين موجودون في بغداد، لحد الآن وزراءنا موجودون في ضمن الحكومة الاتحادية، لحد الآن رئيس وزراء موجود في بغداد. لم ننفصل عزيزي لحد اليوم. لحد اليوم الطائرات المدنية العراقية تأتي إلى المطارات وتعود، والمواطنين يأتون ويعودون، ليس هناك أي انفصال. سيادة الفريق خليني أشكرك، الفريق ركن جبار أو الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة سيد حسن، حتى استفاد ظلمتوني في البرنامج. لا مو أنت حتى أعطي الفرصة كاملة، ولكن أيضا أجيب على بعض المغالطات. أولا الحكومة الاتحادية كان الهنية
من شهر 12 أعلنها وزير رئيس الوزراء بأنه أنا أريد أسيطر على حقول كركوك وما أخليها خارج سيطرة الحكومة. زين. فما له علاقة هذا الموضوع بالاستفتاء؟ إذا إحنا نعترف أكو حكومة وما منفصلين، رئيس الوزراء بموجب الدستور قائد العام للقوات المسلحة ويأمرني ويقول لي اخلي هذا المكان لأنه هذا دستوريا من حقي أني أضع القوات اللي مناسبة بي، ثم أنت تجي تعترض وتجيب كل القوات اللي عندك في مواجهة الجيش والشرطة الاتحادية، ثم بعد ذلك تقول إحنا أخوة وحبايب وإحنا ما عندنا مشكلة، إحنا القفز على الواقع غير صحيح. أحذر كل الذي استقدم الفكك إلى كركوك وأحمله المسؤولية قطرة دم تركمانية وعربية وكردية تراق في كركوك. كركوك لا تريد الانزلاق إلى العنف، اللي جاب الفكك واللي ديج خليهم يتجولون في المناطق التركمانية والعربية منذ ليلة أمس هو اللي يريد يأجج الموقف، يريد يسوي حرب ويسوي دم ويريد يعيد سيناريو، يريد يسوون سيناريو 59 جديد في كركوك. أدعو حكماء الكرد والتركمان والعرب تفويت الفرصة على هذه المنظمة الإرهابية ومن يعتمد على هذه المنظمة الإرهابية في خلق أزمة وقومية. الخطاب التهدي، الخطاب اللي بالتهدئة ما سمعوا. والله العظيم ماكو أهدأ من خطابنا. إحنا نريد، أقصد بخطاب الكرد أي خطاب بالتهدئة ما تسمعوا أبدا. نروح على خطاب التصعيد. بارحة كان أكو لقاء في منطقة تازة بين قياديين أمنيين في الاتحاد الوطني وقياديين في الحشد الشعبي، استمر 6 ساعات لمنع اندلاع أزمة جديدة في محافظة كركوك. أنا ما بقى عندي وقت حتى أعرف حقيقة أكو تحشيد للقوات العراقية بجنوب كركوك، أكو ممكن بالأيام اللي جاءوا بالساعات. لا لا، القوات أبدا، القوات اجت اولا لتحرير الحويجة، ثانيا اعادة التموضع في المطار والحقول النفطية وقاعدة كيوان. هذا اللي يكون على الخط الجنوبي للمحافظة، في قسم منها على خط الجنوبي الشرقي، قسم على الشمال الغربي، وقسم في مركز المدينة فقط المطار. يعني بهاي الحالة المحافظة كلها على الجنوب ومركز وشمال المدينة. صد لا، احنا كركوك بيها مساحة شاسعة جدا، المناطق هذه لا تتعدى مساحتها 10 كيلومتر مربع. كل اللي هذا قلته من عشرات آلاف كيلومترات مربعة، لا يحق للحكومة تسيطر على 10 كيلومترات مربعة في كركوك. عندنا معاهدة أمنية من 2009 وهو جبار ياور أحد الموقعين عليها ما بين الجيش الأمريكي والجيش العراقي والبيشمركة. خلي نعود نعيد إلى هذه الاتفاقية. لواء من البيشمركة، فرقة من الجيش العراقي، مراكز المدن شرطة محلية من كل المكونات، والجيش الأمريكي موجود حاليا في قاعدة كيوان ينسق الموضوع. إذا نريد نوصل للحلول نقدر نوصل حلول، أكو أكثر من طريقة، ولكن استغلال الأزمة وخلق أزمة جديدة حتى تنسي الاستفتاء وتسوي واقع حال، هذا هو هدف بعض الأحزاب الكردية. أنا ما أدري، المفروض أنه شكرنا، المفروض أختم، لكن ما أعرف السيد الفريق عنده كلمة. شباب دقيقة، المفروض أختم. والله الفريق تفضل. أنا موجود، أنا موجود، أنا تفضل. موجود تفضل. أنا موجود. أولا أدعو الأخ حسن مثل ما هو دعانا كأخليم بأن لا نقبل من الفككة أن يكونون موجودين في كركوك، وحتما لا نقبل كما قلت، يعني لأن الفككة ومسلحيهم هم حتما يعني من حزب في دولة أخرى، يعني دولة جارة إلينا هذا. وأنا وضحت بأن المقاتلين هم الموجودين هم متطوعين من أهالي الإقليم، ولكن هناك حزب قريب أفكاره، منتمين إلى حزب أفكاره قريبة من أفكار حزب. ولكن أنا أيضا أدعو الأخ حسن توران مثل ما دعاني بأن لا نقبل لهؤلاء، بأن لا يقبل من الأخوة التركمان الذين هم مسلحين ويأخذون رواتبهم من دولة جارة ويكونون في كركوك، بأن يمنع هؤلاء أيضا. والله بالختام لو تقول ياها، لو تقول لي من ياخذ الراتب حتى نكون واضحين، يكون مسلحين، ان يكون مسلحين من من نستلم من رواتبنا من الوقف التركماني الذي يمول من تبرعات التركمان. ماكو دوله تمولنا. انا بعد هاي اكد قول ياها من هاي الدوله وانا بدور وراها. هذا اولا. ثانيا عزيزي، انا الاحظ بان الاخ حسن توران يتكلم كقائد عسكري عراقي، انه لا ليس له صله بالموضوع العسكري ولا يفهم الموضوع العسكري.
اخر موضوع انا افهم بشيء واحد اريد الحفاظ على دماء الكركوكيين السابقة. هذا افتهم به كلش زين. يقول بانه نعود الى الاتفاقيات السابقه، هو جاء على كلامي. نعم نحن فلتشكل لجان ما بين وزاره الدفاع ووزاره البيشمركه مثل السابق قبل 2014، ولنجلس ولنتباحث لكيفية نشر القوات، وهذا لا يكون عن طريق والجميع التهديد. الجميع يبحث عن هذا خطاب التهدئة وتحشيد القوات وإنما هذا يأتي عن طريق الجلوس. سيادة الفريق هذا خطاب التهدئة ما راح ينفع العراقيين. هذا خطاب التهدئة ما راح ينفع ويا الوقت اللي يعني أخذنا. خليني أشكرك الفريق جبار يا ولا من عام وزارة البيشمركة. سيادة الناب حتى وإن اعتقدت أن تظلمت بالوقت، لكن حضورك حتى بدقائق مهم. خليني أشكرك ناب حسن توران. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، موعدنا يوم غد. مع السلامة.